لعند زينة. مساء الخير زينة. مساء الخير إلياس. سمعنا أنه رح يكون في شتاء قريبا. رح يكون في شتوية بكرة إذا شيء. تفضل. شكرا. بونسوار. مثل ما ذكرنا بنشرتنا السابقة، نحن على موعد بكرة الخميس مع منخفض بارد رح نتأثر فيه لغاية نهار الجمعة، إلى أن ينحسر تدريجيا ونوصل على ويكند مع طقس مستقر وربيعي. بداية خلينا نشوف سوا هالصورة المعبرة جدا يلي بتفرجينا الفرق بالطقس ومنظر الطبيعة بين نيسان 2014 ونيسان 2015. بالعودة للجو الليلي رح بيكون غائم جزئياً مع احتمال لتساقط أمطار متفرقة، والحرارة بتسجل على السواحل بين 14 و15 درجة، 3 درجات بالأرز، أما بالمناطق الداخلية بين 7 و10 درجات. كيف رح بيكون طقس بكرة نهار الخميس إذن؟ بكرة رح بيكون طقس بارد، نتأثر بكتل هوائية باردة، عواصف رعدية أحياناً، أمطار غزيرة أحياناً، والحرارة بتسجل على السواحل بين 15 و16 درجة، أما بالأرز درجتين. هون خلينا نشير انه بكره رح بيصير في تساقط للثلوج ابتداء من ارتفاع 1600 متر صباحا، الى انه يتدنى الثلج ويوصل على ارتفاع 1200 متر، اما الحراره بالمناطق الداخليه فبتتراوح بين 8 وال10 درجات. اذا بكره الطقس بارد شتوي، رياح ناشطه اتجاهها جنوبي غربي توصل سرعتها ل 60 كيلومتر بالساعة. بالنسبة للحرارة إذا بكرة رح بتسجل 15 درجة أقصاها و12 درجة أدناها. حال البحر متوسط الموج، حرارة الماء 19 درجة، أما الرطوبة بين 40 و85%. كيف رح بيكون طقس الأيام اللي جاية؟ طقس نهار الجمعة بيبدأ طقس بارد شتوي، عندنا ثلوج ايضا على ارتفاع 1100 متر صباحا ببعض المناطق البقاعيه، الى انه يتحسن تدريجيا خاصه بفتره بعد الظهر، وعندنا ارتفاع طفيف بدرجات الحراره بتسجل اقصاها 17 درجه وادناها 11 درجه. طقس نهار السبت طقس مستقر، ارتفاع اضافي بدرجات الحراره يلي بتسجل 20 درجه اقصاها و12 درجه ادناها. بالنسبه لطقس نهار الاحد طقس مستقر مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره، فينا نقول عنه طقس ربيعي، بتسجل الحرارة في 23 درجة بالنهار و15 درجة بالليل. مشاهدينا بعرف هلا أكثر منكم عم بتسألوا طيب أيمتى رح نخلص من هالشتي والشتوية؟ أنا بقلكم خلينا نضلنا متفائلين بهالشتوات، ونتذكر المثل يلي بيقول الشتي بنيسان بيحيي الإنسان. هيدي كانت نشرة الأحوال الجوية لليلة، عودة لعند ياسبك ورمي. شكرا زينة. شكرا لك.